عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ضياء عبد الله. بناخذ آخر قسم من المودال بيبر على درسين طبعاً، هو الفعل زولن. شوي عندنا أفكار كثيرة، مو كثيرة، شوي يعني. عندنا من استخدامات الفعل زولن، لأنه أنا ما أعطيت الفعل زولن بالبي أينز كمان، فأعطي من تبع البي أينز تبع الإتصال. نستخدم الزولن لما حدا يطلب منك شيء، مثلا ich soll einkaufen gehen، لازم اروح اسوي einkaufen. اللي ساكنين بالمانيا او باوروبا بيعرفوا شو يعني einkaufen، يعني يتبضع يروح يشتري اغراض من السوبر ماركت. ich soll einkaufen gehen، ليش؟ لانه مسبقا meine Mutter sagte zu mir، امي قالت لي geh einkaufen، فعل امر روح وتسوق. فهون في طلب، هون الوالدة طلبت مني اني روح اعمل einkaufen، فصار انه لازم اروح اعمل einkaufen. هالجملة تستخدم خاصة عند الطبيب، الطبيب ich soll sport treiben، لازم ينبغي ان امارس الرياضة. mein arzt sagte zu mir، قال لي treib sport، طبيبي قال لي مارس الرياضة. هي بناء على طلب الطبيب، بناء على طلب الوالدة صارت لازم اروح، ينبغي. ich soll den Müll rausbringen، لازم اكب الزبالة برا. ليش؟ mein Mitbewohner will dass ich den Müll rausbringe، بانه الشريك بالسكن بده يعني اني كب الزبالة. Kinder sollen im Haus bleiben. الأطفال لازم يضلوا بالبيت. Die Eltern wollen, dass die Kinder im Haus bleiben. الأب والأم بدهم الأولاد يضلوا بالبيت. فلازم أو ينبغي إنهم يضلوا بالبيت. عندنا الاستخدام الثاني هو استخدام شغلات أخلاقية وقانونية. مثلا Du sollst ehrlich sein. لازم تكون صريح. هيك بهيك معاني انه لازم تكون استخدم ظلم. او بالقانون يعني مثلا قانونيا من زول زاين هوند ان در لاينه فيرن، ان در لاينه يعني بمقود، هاي الحبل اللي حوالين رقبته. الواحد لازم معناه انه يمشي بالكلب بمقود، تمام. عندنا الفكرة الثالثة، الفرق بين الزولن والمسن. أحمد soll morgen Überstunden machen. أحمد لازم أو ينبغي بكرة يساوي ساعات إضافية. إيمت تستعمل زولن؟ قلنا بناء على طلب، لما بيكون في طلب من قبل صاحب الشغل، weil sein Chef das، إنه هالشي هذا von ihm، منه verlangt hat، لأن الشيف طلب منه هذا. فالشيف طلب منه أنه هو لازم يسوي ساعات، فصارت زولن. أحمد soll morgen Überstunden machen بناء على طلب الشيف. أحمد muss morgen Überstunden machen. هون تحولت زولن لموس لما بيكون عندنا أسباب تانية غير بناء على طلب الشيف. مثلا weil er sein Projekt abschließen will، لأنه هو بده يخلص مشروع تبعه. weil er Geld braucht، لأنه هو بحاجة مصاري. weil er heute krank war، لأنه هو اليوم كان مرضان. هيك احتمالات ما له بناء على طلب حدا، تمام. هو مستعمل مسلم. die Kinder sollen im Haus bleiben weil die Eltern es ihnen befohlen haben. الأطفال ينبغي أن يبقوا في المنزل لأن الأبوين أمرهم بذلك. هون في أمر، في طلب من الأبوين، فاستخدمنا زولن. مثلا die Kinder müssen im Haus bleiben، لما بنستعمل müssen ما بده يكون في طلب، بده يكون في سبب آخر. مثلا weil draußen keinen Platz zum Spielen gibt. الأطفال لازم يضلوا بالبيت لأنه ما في مكان برا ليلعبوا فيه.
عندنا الفكرة الرابعة هي نشت زولن ونشت نشت زولن ونشت مسن. نشت زولن يعني دورفن نشت، بس مسن نشت يعني بغاقن تو نشت. عندنا نشت زولن ونشت مسن أو مسن نشت زولن نشت، شو الفرق بيناتهم؟ مثلا دو زولست إين نشت بنخريشتيجن، ما ينبغي أو لا ينبغي أن تخبره. Du sollst ihn nicht benachrichtigen. بمعنى du darfst ihn nicht benachrichtigen. Soll nicht. تجي بمعنى darf nicht. بمعنى أنه مو مسموح لك تبلغه. Du sollst nicht lügen. لا ينبغي أن تكذب. Du darfst nicht lügen. Soll nicht, ich meine darf nicht. Aber muss nicht, du musst ihn nicht benachrichtigen. أخذنا بالدروس السابقة brauchen nicht zu sehr infinitiv. يعني muss nicht. Du musst ihn nicht benachrichtigen, بمعنى du brauchst ihn nicht zu benachrichtigen. Du musst nicht, بمعنى انه ما في داعي. هون مو مسموح لما بتجي زول، بس هون بتجي بمعنى انه ما في داعي تخبره. Du musst nicht lügen، ما لازم تكذب، بمعنى du brauchst nicht zu lügen، ما في داعي تكذب. تمام، الفرق بين زول nicht معنى dürfen، muss nicht معنى brauchen nicht zu، sondern infinitiv. عندنا الفكرة الخامسة ألا وهي هي ممكن نشرحها بالعامية. مثلا wenn ihr يعني أنتم den letzten Zug verpassen sollte. بهالفكرة هي دائما الزولن بيجي بالكونيونتيف 2 والتاني بيجي بصيغة حرف طبيعي. wenn ihr den letzten Zug verpassen solltet كونيونتيف 2 Präteritum Konjunktiv 2. Konjunktiv 2 تبع sollten هو solltet مع ال ihr. Ihr solltet. Müsst ال ihr قلنا مع ال ihr müssen. بس بتحذف ال ان و ت بدون اي تغييرات على الفعل. Müsst. Wenn ihr den letzten Zug verpassen solltet هذا Konjunktiv 2 بس هذا حاضر. Müsst ihr ein Taxi nehmen. بمعنى إذا صار وتأخرتوا، لما بنحكي هيك بالعامية، إذا صار وتأخرتوا عن آخر قطار لازم تاخذوا تاكسي. هي إذا صار وتأخرتوا، إذا صار تاخذ زولتت، زولن بصيغة الكونتيف 2. فين إيا كونتيف 2 وإيا زولتت. إذا صار وتأخرتوا عن آخر قطار. Wenn ihr den letzten Zug verpassen solltet. Wenn solltet, معنى أن هي إذا صار. وتأخرتوا عن آخر قطار. أكثر من فيش أنا أعرف. هيك بنشرح عندي بالعربي العامي. Auch wenn sich entschuldigen sollte. هذا كونتيف 2. Sollte كونتيف 2. Werde, هذا حاضر طبيعي, werde ich ihm nie verzeihen. بمعنى حتى لو صار واعتذر ما رح سامحه. إذا صار واعتذر كمان أو يعني إذا صار واعتذر كمان ما رح اغفر له أو ما رح سامحه. طبعا هذا كان البي ايس للزولن, هذا كان لازم أعطيه البي ايس بس كنت مأجله لهالدرس هذا مشان أعطيه دفعة واحدة. الدرس الجاي هو البيتس فايل زولن مثل مثل رفقاته المسن الدولفين المرادفات والجمل وهيك. شوفوا خير بالدرس.